تشجيعا للأنشطة الرياضية وسعيا منه لمضاعفة تقارب أفكارهم، قدم وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني الوزير عبد الرحيم عوض الطيب معدات رياضية تتمثل في كرة قدم، وحضر مراسم التسليم مختلف لعبة الدرجة الأولى والثانية والثالثة وفرق النساء فضلا عن المسؤولين ومختلف المشجعين بالملعب الكبير للمدينة، حيث قدم الوزير 530 كرة قدم ومعدات رياضية أخرى لتحسين أداء اللعيبة. وخلال مناسبة التقديم أوضح الوزير بأنه يدعم الأنشطة الرياضية والشبابية نتيجة جهودهم. والسبب الكبير الذي سليمان داود هيما مسؤول الرابطة الولائية لكرة القدم أثنى على بادرة الوزير وحث اللعيبة على الحفاظ للمعدات المقدمة، فيما وعد والي ولاية والداي بشر علي سليمان بتقديم مبلغ قدره 5 ملايين من الفرنكات دعما منه للأنشطة الرياضية بولاية والداي. وقبيل نهاية الحفل تقدم مسؤولو مختلف فرق الدرجة الأولى والثانية لحصصهم، وتبعهم مسؤولات فرق الفتيات لأخذ حصصهن. إبراهيم حسن مهاجر، منارة للإذاعة والتلفزيون، مدينة أبشة.